نحن ننصح بمنتجات إدمارك، المنتج الجديد من سلسلة الحياة الصحية. تشيك أوف الألياف النباتية، الأفضل في تنظيف القولون على الإطلاق. منتج من مواد طبيعية تزيل كافة السموم من القولون وتبقيه بصحة ونظافة. مصنوع من ألياف نبات الشوفان والكارسينا والصنوبر. الألياف النباتية توفر شعورا بالشبع وتساعد على التخلص من السموم والإمساك داخل الأمعاء، وتخفف وتريح من الإسهال وتمتص الماء الزائد في الأمعاء. وهي غنية بفيتامين سي والكالسيوم والحديد والرايبوفلافين وحامض النيكوتين. الألياف تحسن جمال الجلد والبشرة وتحتوي على مضادات للأكسدة. يعمل نبات الشوفان مثل الإسفنج فيمتص الكوليسترول، وهو غني بالألياف والنخالة التي تمنع سرطان القولون. غارسينا كومبوجيا يساعد على نحالة الجسم وينظم التمثيل الغذائي داخل الجسم، وينظم مستوى السكر في الدم ويخفض الكوليسترول. حبوب الأنولين منتج من النباتات، يعمل مثل البروبيتك، يحفز على إنتاج البكتيريا المفيدة مثل بكتيريا بيفيداز، ويريح من داء السكري ويخفض الإنسولين. الآن تستطيع أن تستمتع بحياة سهلة ومريحة. تشيك أوف الألياف النباتية محضر من مكونات طبيعية، لذلك لا يحتوي على أي أضرار أو آثار جانبية. تشيك أوف الألياف النباتية سريع وفعال ومتوفر. تشيك أوف الألياف النباتية يمنع ويعالج سرطان القولون، ويساعد على عدم تجمع المواد الضارة والدهون، ويتخلص من الوزن الزائد ويخفض الكوليسترول. تشيك أوف الألياف النباتية ينظف الأعضاء المعوية ويعمل مضادا للأكسدة. يحسن البشرة والجلد ويزيل آثار الشيخوخة، ويزيل الدهون والأوزان الزائدة، ويخفض مشاكل الإمساك. تناول تشيك أوف الألياف النباتية يصلك بغلاف مناسب يمكن وضعه بالحقيبة اليدوية. نكهته الطبيعية مجهزة خصيصا لكافة الأذواق. في مفهوم الطب العلاجي لتجديد خلايا الشيخوخة، إزالة السموم هام جدا، مثل تناول الكميات الغذائية المتوازنة. معظم الناس تدرك أهمية التغذية، والبعض منزعج من الغازات المعوية والقولون. بعد تناول تشيك أوف الألياف النباتية سوف تتفاجأ كم من الفضلات قد تجمع، وكم من الراحة والاسترخاء ستشعر بهما بعد التخلص من هذه الفضلات. من الناحية الصحية لن يكون هناك اختيار خاطئ مع إدمارك تشيك أوف الألياف النباتية. جعله جزءا من عادتك الصحية المنتظمة. لنتائج أفضل أضف إليه MRT الكلوروفيل السائل، وقهوة الجينسينج، وقهوة الخميرة الحمراء.